مشاهدينا الكرام، وجولة جديدة من جولة مراسل تحت هذه الرحلة وهذه الحلقة في بيت الأديب الصحفي الزميل الكبير أستاذ حسين العامل، كتابه الجديد الذي يصدر في الأيام القادمة هو الأمثال الشعبية في الناصرية. نتحدث أكثر معه حول حيثيات هذا الكتاب ومضمونه ومحتواه. السلام عليكم أستاذ حسين، كيف الحال؟ أستاذ حسين، نحن طبعاً أنا متابع هذا الكتاب من حيث النشر والمقالات اللي أنت تنشرها. حدثنا أكثر عن هذا الكتاب، وهو أول كتاب أعتقد في محافظة ذي قرو أو تاريخ المحافظة. يعني حقيقة هذا الكتاب استمر الجمع والتحقيق به على مدى 40 سنة، ومن 1980 واستمرنا به. بدأ العمل يعني بعد الجمع الشفاهي من الناس، يعني بدأت بالعشر سنوات الأخيرة بدأت عملية التحقيق. تم تحقيق الأمثال على 1000 مصدر، وتضمن هذا الكتاب يعني 7500 مثل تقريبا و 1000 قصة مثل، وحققناه على المحافظات، أمثال المحافظات العراقية، الأمثال البغدادية، الأمثال الموصلية، الأمثال الكردية، الأمثال التركمانية المتداولة بالعراق، الأمثال البصرية، أمثال الفرات الأوسطية، الأمثال النجفية عموما، هذه بالإضافة إلى الأمثال السومرية القديمة أيضا والبابلية القديمة. تمت مقارنتها أيضا مع النصوص الدينية في القرآن الكريم، في التوراة، في الإنجيل، وأيضا كتاب الكنز ربا، الكتاب المقدس للصابئة المندائيين، يعني إضافة إلى الاستعانة بكتب تعزيز المثل بالأبيات الشعرية. وهذه العملية استغرقت هواية، لأن الدواوين الشعرية تبحث عن البيت الشعري اللي يكون مضمونه قريب أو مماثل أو مطابق لمضمون المثل، حتى يعزز المثل وينطي معنى وينطي فسحة للقارئ أن يعني يستجيب إلى أكثر. أستاذ حسين، ربما السؤال يسأل، يعني كيف نعرف أن هذه الأمثال هي تابعة ولدت في أرض ذي قار؟ السؤال الثاني، أقدم مثل سجلته في هذه المذكرة وهذا الكتاب؟ عموما الأمثال بما أنه جمع شفاهي يعني من ألسنة الناس، هو هذا الكلام المتداول حكمة هذه المدينة من خلال ألسنة ناسها، احتمدناها شفاهيا لأن حتى نثبت بأن هذا المثل هو خاص بمدينة الناصرية، وإن كان هناك أكو أمثال متشابهة بالعراق مع المدن البقية الأخرى من العراق، يعني مثلا قيم الرقاع من ديرة عفج تلقاه بالناصرية، تلقاه بالبصرة، تلقاه ببغداد، تلقاه بكثير من المحافظات. أكو محافظات إيه، يعني مثل على المستوى الوطني أكو أمثال إلى خصوصية، يعني مثلا يعني عندنا الهزوجة الشعبية القديمة شرناها وعية باهيزة، هاي عود السنة 1916، يعني هذه حديث يعني حقيقة هذا هو هزوجة قيلت في معركة العشائر لزيرج وخفاجة ضد الإنجليز، أثناء ما كانوا الإنجليز يحاولون العبور من البصرة إلى مدينة الكوت اللي كانت محاصرة في ذلك الزمن. فأحد الشيوخ العشائر اللي هو من عشائر لزيرج لما تفاوضوا ويا الإنجليز على مدى العبور قالهم خنشير باهيزة. باهيزة هي منطقة، هي أرض زراعية، خنشير باهيزة يعني ناخذ رأي باهيزة. فالإنجليزي صور بأن باهيزة هي شخص أو امرأة أو غير شكل، فقالوا روحوا ياكم الباهيزة. فراحوا لهذا للأرض قال له يا باهيزة، الشيخ ينادمها يا باهيزة، الإنجليز يردون يمرون منا علية، قبلين لو ما تقبلين. فهزج المهوال مال العشيرة قال شرناها وعيت باهيزة، يعني ما قبلت، واستمرت المعارك ما بين الإنجليز والعشائر آل زيرج وخفاجة تحالفوا ضد هذا الكلام. نعم، يشرح لنا السؤال. نعم، يعني هذا كل مثل إلى شرح؟ طبعا كل مثل إلى شرح وإلى ما يقارنه مع الأمثال الأخرى،
وما يعززه بالأبيات الشعرية. وإذا كان هناك نص قرآني، آية قرآنية أو نص من الإنجيل أو من الكنز ربا أو من التوراة، أيضا نعزز مع هذا المثل، بحيث المثل يعني استغرق عملية 40 سنة ما أعتقد يعني، و 3500 صفحة الكتاب، والأمثال أكثر من 7500 مثل. أقدم مثل يعني. أقدم يعني العمر يعود يعني الأمثال السومرية عندنا يعني بحدود 7000 سنة. يعني الأمثال السومرية هي تعرف الحضارة، منشأ جذور الحضارة السومرية بدأت في الناصرية. ولهذا السبب يعني حرصنا أن يكون هناك مقارنة ما بين الأمثال الحديثة لمدينة الناصرية مع جذورها بالأمثال السومرية. هل تبادلون أطراف الحديث بالأمثال الشعبية؟ طبعا، يعني هي حكمة شعب، كل شعب عنده حكمة وعنده موروث شعبي، ولهذا السبب استمرت هذه قسم من هذه الأمثال وصلت لنا عبر يعني المدونات، عبر الرقيم الطيني السومري، وقسم ضاع. لكن اللي وصل لنا يعني وإن كان قليل بس هو يعزز بين هذا الشعب، كان متحضر وكان يدون يعني حكمته وموروثه الشعبي وما يدور في المجتمع. الفائدة المرجوة أن فيما بعد لو أولا الحفاظ على الموروث الشعبي، هذه مهمة أساسية، حكمة شعب لا بد فولكلور، تراث، موروث شعبي، شو تريد تسميه سميه، هذا عموما هذه النقطة الأساسية. وفيما بعد لما تكون هناك أكو دراسات اجتماعية على مجتمع مدينة الناصرية، هذا المثل، هذه الأمثال تمثل كل الفئات الاجتماعية، يعني تمثل العمال، الفلاحين، الصيادين، البدو، البيئات اللي موجودة بالناصرية، يعني بيئة الأهوار تمثلها، بيئة الحضرية، بيئة الريف، بيئة البادية والبدو، ذني كل الموجودات. يعني لما تريد تدرس المجتمع من خلال المثل تلقى ما يأسس لهذه الدراسة، يعني تلقى المجتمع هكذا يفكر مثلا بعلاقات الاقتصادية، مثلا يعني لما يكون هناك أكو مثل اقتصادي حول العلاقات التبادل التجاري، وهذه موجودة أيضا. يعني لما يكون عملية الصيد كيف تكون، يعني الخياطين يقول شد رأس الخيط لا تفوتك نفذة، يعني هذا الطبقة المجتمع لها موجودة. أمثال النساء كثيرة جدا، أمثال أحيانا يعني حتى استعانيت أنا بأهازيج والأعراس، الترانيم مال الأمهات يعني التنويمة مال الطفل أيضا استعانيت بها لتعزيز وقوة المثل، يعني وانطاء يعني إعطاء معنى إضافي بأن هذا هكذا تستخدم المثل بالترنيمة، أو معنى المثل بالترنيمة، أو معنى المثل يعني بالعلاقات التجارية. يعني هذا مثل عندنا المثل الاقتصادي يقول إذا أردت صاحبك دوم حاسبك اليوم، يعني هذا هم تجاري وهم يعني بإدامة العلاقات الاجتماعية. يعني الكثير من الأمثال موجودة ونحن حاولنا جهد الإمكان أن نوثقها، وعملية التوثيق لا زالت قائمة رغم 40 سنة. هناك ما بين فترة وفترة يعني يظهر مثل وندونه. أكثر فترة خرجت بها الأمثال، الثمانينات، السبعينات، الستينات، الألفينات. أقدم الأمثال هي كانت أمثال الموصل، أي نعم أقدم، ما فيما بعد ظهرت أمثال بغداد ويعني بالفترة الحديثة. أما الفترة القديمة لا، الأمثال البغدادية دونها الطالقاني قبل 1000 سنة، الطالقاني دونها قبل 1000 سنة، القاضي الطالقاني دونها قبل 1000 سنة، هذه أمثال بغدادية. لكن بالنسبة للحديثة أمثال الموصل ظهرت تقريبا بالستينات، بعدها ظهرت بالجلال الحنفي أيضا بالستين، براهم يمكن كم سنة، وبعدها
ظهرت الأمثال الفرات الأوسطية والبصرية، وفيما بعد كانت الأمثال النجفية والناصرية. يعني احنا اهتمينا بها لكون هناك لم تجمع من قبل إلا يعني كراريس بسيطة، يعني ما تتعدى 200 أو 250 مثلا. لديها أمثال خاصة بها؟ أكيد طبعا أمثال الناصرية. والله الموصل والنجف؟ أكثر، يعني الأمثال الموصلية تقريبا 3000 مثل، البغدادية 6000 مثل، احنا عندنا بس بالناصرية 7500 مدونة. اي نعم. يا طبق اختصت عليك بالسوق بالغزل كلهن كلهن كلهن، يعني كل الشرائح الاجتماعية. الشرائح الاجتماعية قلت لك من العمال الفلاحين الصيادين الكسبة التجار الأمثال الاقتصادية أمثال يعني التعاملات التجارية كلها موجودة، أمثال المثقفين رجال الدين حتى الطبقة السياسية. نعم. والمراجعة أنا أشوف مشاهدين الكرام مراجعة البروف الدكتور رياض شنت، لعلنا أن نلتقي به ليتحدث أكثر عن هذه الكراسات الجميلة، ربما هي الأول مرة تخرج للإعلام عبر قناة التغيير، فابقوا معنا. بكم مشاهدين الكرام وجولة متواصلة بحلقة جولة مراسل بكتاب جمهرة الأمثال الشعبية في الناصرية. حقيقة انتقلنا إلى الأستاذ الدكتور رياض شنتة صح المتابع والمشرف على كتاب جمهرة الأمثال الشعبية، هذا الكتاب الذي يصدر لأول مرة من أرض ذي قار ويتضمن أكثر من 7000 مثل شعبي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عزيز، حتى نختصر الوقت، حقيقة أنا متابع في الشأن الفني والتراثي في محافظة ذي قار. ما لفت انتباهي هو أن يحذو الصحفي حسين العامل حذو مسيرة لتضمن حفظ تراث محافظة ذي قار بالأمثال الشعبية. ما هو رأيك بهذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بك في بيتي، أهلا وسهلا ومرحبا. الأستاذ حسين العامل صديق عزيز وقريب لي، يعني ليس بعيدا حتى في النسب يعني، وعرض علي أنه جمع الأمثال في الناصرية وأصبح لديه أكثر من 7500 مثل، وظل يراودني بالكتاب فصل بعد فصل وأنا أراجعه وأقرأ له، وأنا معجب جدا بهذه الفكرة التي أتت له، لأن الأمثال كما ذكرت لك قبل قليل منذ القرن الثاني الهجري بدأ المؤلفون يجمعون الأمثال العرب، وفي الوقت الحالي في العصر المعاصر كان هناك الأستاذ جلال الحنفي وهناك التكريتي ألفوا في الأمثال العراقية البغدادية، وهناك من ألف في الأمثال الموصلية والبصرية والكويتية إلى آخره وحتى الكردية. والناصرية بيئة خصبة للأمثال لأنها تجمع بين الأهوار وبين الريف وبين الحضارة القديمة، ثلاثة أركان تقوم عليها ذي قار، كونها بنت حضارات قديمة السومرية والأكدية، وكونها بيئة ريفية في المضائف والأشياء العراقية المعروفة من الفجر حتى سوق الشيوخ والخميسية والطار، كذلك البيئة الأهوار الفريدة من نوعها في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط، لأن هناك بيئات أهوار في إيطاليا مثلا زرناها ووجدنا التوافق بين بيئة الريف الأهوار في إيطاليا وفي وسط إيطاليا وبين الأهوار في الناصر. الأمثال أمر عجيب وكبير وواسع، كل مثل له قصة يعني، وقد حتى القرآن الكريم تضمن جملة من الأمثال يعني، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب،
مشهورة قارنوها بالمثل القائل القتل أنفى للقتل، ووجدوا أن بلاغة القرآن الكريم أكثر من البلاغة العربية في قولهم القتل أنفى للقتل. القرآن يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حينما تقتص من واحد أو اثنين مجرم أو مخالف معناتها تضمن حياة سليمة للجماعة. هذه الرغبة أستاذ حسين بجهد طيب كبير لاحظت أنه يعود إلى مصادر الأمثال القديمة وإلى المعاجم اللغوية وإلى كثير من القصص، ويذكر قصة المثل إذا وجد لها يعني جذر قصصي، وبنفس الوقت يكتب عن المعاني والمفردات بشكل تفصيلي. في بعض الأحيان يقول له هذه واضحة لا تحتاج توضيح منك في المعجم، يعني يوضح مفردة، لكنه مصر على أن يقدم للقارئ فتحصيلة مفصلة وعميقة عن الأمثال. الأمثال التي ذكرها أبو علي ليس كلها خاصة بالناصري للأمانة، يعني هناك أمثال عراقية ولكن مجتمعنا يتداولها لفعل التقارب والمجاورة والزيارات، وتدري نحن في محافظات العراق محافظة واحد، من منا لم يكن مثلا يعيش في الموصل أو في بغداد أو في كربلاء أو في النجف ويختلط بأهلها وأيضا يطلع على أمثاله. أمثال الناصرية في بعضها خاص ببيئتها الريفية ببيئتها الهوار، بعضها كما تفضل في بعض سومرية لها جذور سومرية الأمثال، يعني حتى بالأدوات أو بالأواني أو ببعض القطع السلاح بأي شيء من هذا القبيل تعود إلى العصر السومري. هل كان في قوانين في ذاك الزمان تعتبر أمثال قوانين أو سنن عرفية ومجتمعية؟ لا، هو طبعا عرف، هذا يضرب له قصة تستخلص منه المثل، نقول فذهبت مثلا، وفي يأتي وقتها كما قال الأستاذ حسين قبل قليل، حينما يأتي وقتها المناسب تنطبق الحالة المعاشة مع حالة المثل فيستشهد القائل بالمثل هذا، وبذلك تكون رابطة أخلاقية أو تربوية أو كما تفضلت قانونية لكي تقيد المقابل أو المتلقي. ما زالت المجتمعات تنضبط لهذه القوانين والأمثال؟ بلا شك كلنا نمارس هذا الأمر، قد يخرج في وقت الجد وقد يكون في وقت الهزل أيضا. الأمثال في بعض الأحيان تقال في السخرية والهزل والاستخفاف بحالة معينة، وبعض الأحيان تكون الأمثال جدية، يعني الآن كما قلت لك إذا كانت الأمثال في القرآن الكريم في الأدب العربي القديم في الكتابات العرب القدماء، الأمثال للزمخشري أو الأمثال للميداني كتب كثيرة. تصور نحن في الجامعات نحيل بعض طلبتنا لدراسات الماجستير والدكتوراه لدراسة الأمثال من الناحية البلاغية، الصورة الفنية فيها في بعض الأحيان فيها صورة فنية وفيها بلاغة، فكثير من الرسائل الآن لدينا في الماجستير والدكتوراه عن الأمثال. لذلك هذه المجموعة التي الآن إن شاء الله ترى النور وتطبع ستكون بيد الباحثين أيضا للكتابة عنها، ولعل أنا واحد من هؤلاء ممكن أن أكتب عن هذه الأمثال في هذه المجموعة، أختار مجموعة لها بلاغة في الصياغات ولها مثلا أصالة. بودي أن أختزل أمثال ذي قار وحدها، يعني أستاذ حسين جوز في المستقبل يفرد فصلا من كتابي هذا القيم للأمثال التي للناصرية فقط وليس لعموم العراق. نعم دكتور، دعنا في نفس الكتاب، ماذا رأيت في هذا الكتاب؟ ما الذي جذب انتباهك؟ هذا الكتاب يسد فراغا في المكتبة الذقارية، يعني نحن بحاجة إلى توثيق ذقار، أدباؤها شعراؤها كتابها، دائما نقول إعلاميوها سياسيوها، يعني نحن ليس لدينا متحف. يعني أمس يمكن في السماء ويمكن سمعت أن أحد الوجهاء أو الميسورين خصص بيته متحف، ونعم أنا رأيت برنامج عنه تراث. كثير من بيوتاتنا مع الأسف، بيت الأعجام، بيت الحج طالب، بيت انسحقت راح،
هذه كان المفروض أن تكون متاحف المحافظة القديمة. دائما كنت أقول لو كانت بقيت تطلعنا على من زار الناصرية من رؤساء الجمهوريات، من الوزراء، من الوجهاء، من غير. لذلك الأمثال جزء من توثيق تراث مدينة الناصرية، وهو تراث غني ورائع وكبير. كانك مراجع للكتاب، برأيك تضاء الأمثال على مر السنين أم تحافظ على رسالتها وبقاها؟ لا بالعكس، الأمثال أنت لو تضاء ما قدر أستاذ حسين يجمع 7500 مثل، معنى أنها تتواصل مع في حياة الناس وحتى في المدن. الآن تلقى رجل يجوز في أمريكا في بريطانيا متعلم، لكن لا ينسى الأمثال العراقية، لا ينسى الأمثال الناصرية، حتى أهلنا أمثال أهلنا. يعني أكد وسبقتنا بالأمثال دكتور في حدودي، في حدود يعني معرفتي أنه لكل الشعوب أمثال وحكم ونصائح ووصايا. هذه جزء من الأدب أستاذ، يعني جزء من منظومة الأدب. الأمثال جزء من منظومة الأدب، كما أننا نقول حكم ونقول أمثال ونقول شعر ونقول نثر ونقول مقامة أو مسرحية، نقول أيضا هناك الأمثال جزء من تراث الشعوب. يعني أنا أصورك مسلسل في الخليج تخيل الأمثال العربية، قانون نعم 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 الكرام. هذا ما بوسعنا أن نكون قد أجدنا ووجدنا في هذا الكتاب ما نوصله لكم من خلال برنامج جولة مراسل، بعد أن زرنا مكتبة الأستاذ حسين العامل، والآن في منزل الأستاذ الدكتور رياض شنتة رئيس جامعة ذي قار الأسبق. دعوني أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.